الرفاق، للرفاق في قيادة وإدارة حزب التقدم الاشتراكية. لكم خير هذا الجو الجيد والمناسب لهذه المحطة. شكرا على توفير هذه المحطة الأساسية للإنصات. أنا لن أثبتي لكل القضايا المطروحة في مدونة الأسرة وبكل الوضوح اللازم، ولكن في نفس الوقت يجب الاعتراف لكنا خاصة في الحركة المدنية المجتمعية النسائية منها خاصة إلى جانب الحقوقية والسياسية تقريبا، يجب الاعتراف أننا درنا متابعة دقيقة وجيدة لكل الأنشطة وتابعنا كل مذكرات اللي طرحت. ونحن في مرحلة صياغة المشروع الإصلاحي المرتبط بمدونة الأسرة، أردناه محطة لنؤكد على أن هناك صوت ديمقراطي بغض النظر عن التباينات القليلة الموجودة هنا أو هناك، لكن هناك صوت ديمقراطي تحديثي أساسي قوي يريد أن يؤثر في مضامين هذا الإصلاح في نهاية مشواره. وخير طريقة للقيام بذلك هو أن نعمل على تجميع في هذه المحطة هذه الحركة من أجل أن تؤكد بصوت عال على المواقف التي وردت في كثير من المذكرات، سواء تعلق الأمر بمذكراتكم في الجمعيات أو تعلق الأمر بمذكرات الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أو تعلق الأمر بمذكرات حزب التقدم الاشتراكي. بالطبع بعد إحالة أو بعد اختتام الحوار ديال اللجنة الملكية فيما يتعلق بمدونة الأسرة، حنا كذلك حزبين اللي تابعنا هذا الحوار تابعنا هذا النقاش تابعنا لا من خلال المجتمع ولا من خلال الجمعيات الحركة المدنية الاجتماعية، حان الوقت باش الأحزاب تعبر على موقفها علانية. ولذلك آثرنا أن تكون هذه الجلسة الإنصات اللي غنعبروا فيها بعدها على مواقفنا، وهي مواقف منفتحة على كل التقدميين والديمقراطيين واليساريين، كل حركة الحقوقية والمدنية، من أجل دعم هذا التوجه ديال تطوير المدونة وإخراجها من الوضعية المحافظة للممارسة ما خلاتش استثمروا حقيقة الطفرة اللي حتات بإحداث هذه المدونة. اليوم حان الوقت لكي تلائم لكي تعيش مدونتنا أن تعيش عصرها. اليوم اتحاد الشراكي القوات الشعبية والتقدم والاشتراكية دايرين مبادرات لقاء مع الجمعيات النسائية من أجل مناقشة كثير من المقترحات المتعلقة بمدونة الأسرة. تنعتبر على أن هذا اللقاء مهم ويلزمنا كحزبين، حيث اليوم نحن في تناغم تقريبا شبه تام مع مطالب الحركة النسائية الوطنية فيما يخص العديد من القضايا بمدونة الأسرة. من هذا رفضنا تزويج طفلات، رفضنا التعدد، رفضنا الاستمرار بالفصول المتعلقة بالتعصيب، رفضوا مطالبتنا بمنح المرأة الولاية القانونية للأبناء، تطوير المبادئ المتعلقة بالحضانة، بالنفقة، إلغاء الكلمات الحاطة من كرامة النساء ومن الإنسان بشكل عام داخل مدونة الأسرة، إعادة مراجعة أنواع الطلاق. إحنا اليوم تنقولوا غير جوج أنواع، بقى الطلاق الاتفاقي والطلاق للشقاق، إلغاء مصطلح التطليق. هذه كلها قضايا وقضايا أخرى بجانبها تنعتبرها أساسية ومهمة جدا، ومتوافقين عليها كحزبين
وكتنظيم كحزبين تقدم الاشتراكية والاتحاد الشراكي وكتنظيمين نسائيين منظمة نساء الاتحاديات ومنتدى المناصفة والمساواة وكحركة نسائية وطنية أصيلة اشتغلت منذ استقلال المغرب على تطوير المنظومة القانونية الوطنية لفائدة النساء ومن أجل إقرار الحقوق الإنسانية الكاملة للنساء. هذا لقاء ملزم لنا، ملزم في مخرجاته، وملزم لنا اليوم وغدا من خلال البرلمان لكي نترافع وندافع على كل هذه المقترحات التي نعتبرها مهمة وأساسية لتطور الأسرة المغربية. يأتي هذا اللقاء اللي هو في الواقع لقاء سياسي من أجل توطيد الجبهة الوطنية الديمقراطية الحداثية التقدمية بجميع مكوناتها كأحزاب سياسية تقدمية وطنية وحركة نسائية مدافعة عن حقوق النساء مدنية وأيضا مدافعة عن حقوق الطفل، من أجل تعاقد جديد ما بين المكونين على اعتبار بأن الحركة النسائية دافعت بشدة ضمن مذكرات التي قدمتها اللجنة المخول لها بمراجعة مدونة الأسرة، وهناك تقارب ما بين المذكرات الحزبين وهذه المذكرات الحركة النسائية من أجل الرفع من إيقاع الإصلاح والرفع من جرعة الإصلاح، وأيضا من أجل الترافع حول بعض القضايا التي تحاول بعض التيارات المحافظة أن تقول بأن لا يمكن أن تكون ضمن الإصلاح لأن باعتبارها تستند إلى أسس شرعية، وبالخصوص فيما يخص مسألة ديال التعصيب، مسألة الولاية الشرعية، مسألة زواج القاصرات إلى غير ذلك من النقاط التي لازال فيها خلاف. نطمح من خلال هذا التقارب أو التعاقد الجديد أن نمضي قدما باعتبارنا كأحزاب سياسية التي مخول لها أنها سوف تناقش الأمر أو تبت فيه داخل المؤسسات الشرعية، أن نمضي قدما من أجل أن نعمل بالخصوص على مراجعة كل الاختلالات التي تعتري 20 سنة من الممارسة ديال مدونة الأسرة، سواء كنصا على اعتبار بأن النص لا زالت تعتريه بعض البنود وبعض الفصول التي تكرس اللامساواة وتكرس التمييز ما بين النساء والرجال، أو من خلال الاختلالات التي أبانتها 20 سنة من التطبيق أو الساهرين على تطبيق هذه المدونة. من خلال هذا اللقاء أيضا نطمح أن ننخرط أن تفرز هذه الجبهة يعني مشروع إصلاح أو مشروع مراجعة ديال مدونة الأسرة يعمل على مناغمة النص مع المقتضيات الدستورية، لأن أول مقتضى يمكن أن يلفت نظرنا هو أن المدونة الحالية غير دستورية وغير متناغمة مع المقتضيات الدستورية التي أشرت بلغة ناطقة وصريحة على المساواة ما بين النساء والرجال وحضرة التمييز القائم على الجنس. ثم من جهة أخرى لابد أن تكون المدونة التي سوف تفرز بعد المصادقة عليها ضمن داخل المؤسسة الشرعية مدونة متناغمة أيضا مع المواثيق الدولية التي انخرط فيها المغرب، والتي يعني من خلال التقارير الاستعرادية لهذه المواثيق الدولية طالبت أو أوصت بمراجعة بعض التشريعات الوطنية وعلى رأسها مدونة الأسرة التي لا زالت تقر بالتراتبية ما بين الرجل والمرأة ولا زالت يعني تكرس التمييز في بعض المقتضيات. لذلك من خيرات المغرب ضمن هذه المنظومة المواثيق الدولية لابد أن تكون هناك مراجعة حتى نتناغم مع كل هذه المنظومة الوطنية والدستورية وأيضا منظومة المواثيق الدولية. نطمح أن تكون صوت الحقوق حاضر ضمن لغة الإصلاح، وصوت المساواة حاضر ضمن لغة الإصلاح حتى نفرز مدونة تحمي الحقوق الكونية للنساء، تحمي أيضا حقوق الرجل لأنها ليست مدونة للمرأة، وترعى المصلحة الفضلى للطفل. شكرا. ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب، بارطاجيو الفيديو، ديرو جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.